اليوم تبعا لمراسلة القيادة الوطنية للحزب يجتمعوا المناضلين الاتحاديين على صعيد كل جهات كل أقاليم وكل الفروع لقراءة الفاتحة على روح فقيدنا العزيز السيد عبد الرحمن اليوسفي، فقيد استقامة، فقيد الأخلاق السياسية، وكل المناضلين للحزب في احترام تام الإجراءات الوقائية واقفين اليوم، لأن ما كانش يمكننا ندير وقفة في المقبرة السي عبد الرحمن اليوسفي اللي ضاعت فيه البلاد. ما غادي شيء اليوم نذكروا التاريخ ديالو راه معروف، واللي يمكننا نلخصوه في كلمة أساسية. السي عبد الرحمن كان دائما كيعتبر راسو أولا وطني قبل اللي يكون اشتراكي. السي عبد الرحمن كان دائما تجعل مصلحة الوطن في كل اعتبار في كل يعني، وهذه كنشوفها كخط ناظم في حياته، حياته ملي كان مقاوم، حياته ملي كان في المعارضة، حياته ملي قاد التجربة ديال التناوب. ف سي عبد الرحمن اليوم حنا مطالبين كاتحاديين اعترافا له أن نوحدوا صفوفنا، نكونوا في المستوى. هو كيغادرنا وولادنا في مرحلة صعبة، مرحلة ديال الكوفيد، وكنشكركم كل جيتوا كذلك تواكبوا معنا هاد الوقفة. شكرا. في الحقيقة أن قلبي يعتصر حزنا وألما على فراق الأخ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي. عبد الرحمن اليوسفي السياسي المحنك، الإعلامي الفصيح والواضح والشفاف، الحقوقي المتمرن في مجال الحريات العامة وحرية التعبير. عبد الرحمن اليوسفي يبقى رجل السياسة وأخلاق بامتياز، الرجل الذي اقترن عمله أن وآمن بأن السياسة هي الأخلاق، ودون أخلاق ليست هناك سياسة. عبد الرحمن اليوسفي ستبقى توجيهاته تسري معنا، ستبقى روحه ترفرف على كل الاتحاديين والاتحاديات، يراقبنا من هناك في الدار الآخرة، يوجهنا من هناك. ففكره لا، فإن مات جسده، ولكن فكره سيبقى حاضرا ليومنا وغدنا ومستقبلنا. رحم الله الأخ المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، وألهمنا على فراقه الصبر والسلوان، وألهم زوجته الأخت المناضلة هيلين التي كانت وفية لعهده، وكانت نعمة الزوجة التي وفرت له جميع الظروف ليكون كذلك شامخا في الوطن وفي العالم بأسره. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.